رسالة تانية: بنتي أخذت مصل الإنفلونزا وهي عندها 2 سنين، المصل كامل مرة واحدة وتعبت بالبرد بعدها جامد وما خدتهوش تاني، وهي عندها دلوقتي 5 سنين و3 شهور، ينفع تاخده تاني وهيكون مرة ولا جرعتين؟ لا، هي بدل ما اخدته مره قبل كده في عمرها بتاخده كامل مره واحده. هو طبعا حته ان هي 2 سنين تاخد المصل كامل ده غلط، هو المفروض بيبقى نص المصل وبعد شهر يتكرر لاول مره يعني. انما خلاص احنا ما علينا، عدت يعني. احنا دلوقتي بقى في اللي هي ال5 سنين، من فوق ال3 سنين بتاخد كامل. لو هي اخدته في اي سنه من عمرها قبل كده خلاص هو بتاخد مره واحده وخلاص ما بتكررش تاني. بس دايما حاولي ما يكونش عندها اي اعراض برد عشان اعراض البرد ما تزيدش. يستحسن يعني ان ما يبقاش عندها اعراض برد خالص، ولا سخونيه بقى ولا رشح ولا كلام من ده. وعلى فكره في ناس بتقعد تحذر ومش عارف ايه، ومصل مصل يا جماعه عادي جدا، حاجه بتقي من نزلات البرد. هو ملوش دعوه بكورونا، هو الحكايه كلها ان هو بيشتغل على سلالات الانفلونزا اللي موجوده ومميز جدا وبيجيب نتائج حلوه وبيقيك، او لو حتى جالك برد بيبقى برد خفيف بسيط اعراضه بسيطه. تمام.